مرة عجبني الجمب سوت، طبعا الاكسسوارز منهم ارسلوا لي هذا الحلق، بس تعرفوني انا ما البس حلقان، بس بيطلع حلو معايا. تخيلوا الحلق هذا، شوف شكله كيف يجي. تخيل الحلق مع هذا، لو انا جوي البس حلقان كان لبسته. طبعا الحزام انا ضفته، هو يجي من غير حزام، بس انا حسيت انه مع حزام بيحدد الخصر اكثر، لانه هذا سمول وطلع يعني شوي وسيع علي، فقلت احط حزام يحدد الخصر اكثر، وبنفس الوقت يعطيه فخامه اكثر، عرفتوا؟ وبس تقدرون تحطون اي حزام تبونه اذا ارسلوا لكم نفس القطع. يعني انا حظي طاح على هذولي فاذا ارسلوا لكم كذا شيء مشابه للقطع تقدرون انتم تضيفون اضافات من عندكم وبس. والله هذه تجي داخل البوكس، يجي فيها اللي اشوف رسالة طبعا خاصة من ستايلست. هنا افتحها، طبعا غنيت ورقصت وسويت فيديو كليب وسولفت وكل شيء، وخلود لسه ما وصلت. صديقاتي دائما يتأخرون.